عبر الهاتف للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من رام الله الأستاذ أشرف عكا خبير العلاقات الدولية. أستاذ أشرف، بداية برحب بحضرتك على شاشة إكسترا نيوز. دعني أبدأ معك بالأوضاع الإنسانية التي تتفاقم الكارثة فيها يوما تلو الآخر، ونجد تحذيرات دولية وأممية، ولكن هذه التحذيرات لا تأتي مصحوبة بأي نوع من أنواع الأفعال. قراءة مبدئية يا فندم. يعني واقع الحال يشير إلى أن الأزمة الإنسانية تتفاقم وتزداد سوءا، والمجاعة انتشرت في قطاع غزة، وهذا جزء من حرب التجويع التي تشنها إسرائيل طيل 9 شهور الماضية، مع عجز المجتمع الدولي من جعل المسألة الإنسانية بعيدة عن كل ما له علاقة بطبيعة العملية العسكرية الهمجية التي تقوم بها إسرائيل. وهذا العجز نابع عمليا من عدم قدرة المؤسسات الدولية من فرض شيء له علاقة بإجبار إسرائيل بالرضوخ للقرارات الدولية، سواء المرتبطة بالبعد الإنساني أو بالقضايا الإنسانية أو بغيرها. وبالتالي فشل المؤسسات الدولية، عدم وجود إجماع دولي جدي عبر المؤسسات الفاعلة خاصة مجلس الأمن الدولي، ووضع إسرائيل تحت البند السابع، يبدو تبقى الأمور معقدة. وعدم التزام إسرائيل وانصياعها لقواعد القانون الدولي وقواعد الحرب هي السمة العامة لسلوكها في الفترة الماضية، ما يؤشر بالضرورة على أن حرب الإبادة مستمرة، حرب التجويع مستمرة، طرد السكان وتهجيرهم من قطاع غزة، وذلك الهدف الأساسي الذي يسعى له سموتريتش نتنياهو بن غفير. وهذا دليل واضح على أن إسرائيل بهذه المنظومة الحاكمة الآن إذا ما بقيت تسيطر على زمام القرار السياسي في إسرائيل ستعود إلى الاحتلال وإلى الاستيطان وإلى عمليات التهجير. وإذا نظرنا كذلك وربطنا ما يجري الآن من تغيرات يعني في قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي وتعيين المستشار العسكري السابق لنتنياهو، هذا مجرم إضافي قد يعزز بالضرورة الهشمة الطويلة والمستمرة على شعبنا في القدس وفي الضفة الغربية، خاصة أن القيادة الوسطى في الجيش الإسرائيلي هي قيادة الاحتلال التي بدأت منذ عام 1967 ولديها خطط يعني كبرى في الضفة الغربية، وتجد ضلاتها عمليا مع تعيين مجرم إضافي جديد اسمه بلوط. هذا قد يكون يعني له دور عمليا في أن يعني ما يجري من توجهات وسياسات هي ذلك الاتفاق الذي بني عليه الائتلاف الحاكم في إسرائيل، وهو يعني الاستيطان والتوسع والتهجير وتخويض السلطة الفلسطينية وعدم الاعتراف بأي شكل من أشكال المسارات السياسية المؤدية إلى دولة فلسطينية. طيب أستاذ أشرف، استخدمت تعبير عدم قدرة المؤسسات الدولية على فرض أي عقوبات على إسرائيل. السؤال، هل المؤسسات الدولية والدول الفاعلة في هذه القضية ليس لديها القدرة على فرض أي عقوبات على إسرائيل، أم ليس لديها الرغبة على التحرك بنظرة أولية يعني لهذا الملف تحديدا؟ أستاذ أشرف، البعض يرى أن كل دولة كل مؤسسة تتحرك على حسب أجندة تحكمها بشكل كبير. يعني أيا كان عدم القدرة أو عدم الرغبة، هي بالنتيجة واحدة لشعب مكلوم يباد ويقتل ويستنزف يوميا، ونلاحظ أشلاء الأطفال والنساء والبنية التحتية والمستشفيات. ولكن العالم الآن سقط في امتحان القيم والأخلاق وامتحان النظام الدولي القائم على القواعد وتطبيق قواعد القانون الدولي، وأضف إلى ذلك هيمنة الغرب والولايات المتحدة على مؤسسات صنع القرار الدولية الجماعية، هو ما يشل قدرة الدول على اتخاذ قرارات واضحة بهذا الاتجاه. في هناك دول بشكل أو بآخر أخذت بعض المواقف كإسبانيا وإيرلندا في الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لها مواقف يعني تركيا في المنطقة، قطعت العلاقات التجارية وغيرها من دول. بس في النقطة دي تحديدا سيد أشرف، يمكن أنا سألت حضرتك السؤال ده مبني على فكرة أن الدول الفاعلة كالولايات المتحدة على سبيل المثال، بنظرة سريعة لما يحدث في الأزمة الروسية الأوكرانية وما يحدث داخل قطاع فلسطين، هناك دعم كبير يقدم لأوكرانيا، هناك عقوبات فرضت بالفعل على الدولة الروسية، على عكس تماما ما يحدث داخل الأراضي الفلسطينية. هو بنظرة يعني بسيطة قد نقول أن هذا ازدواجية معايير، وهذه مصالح الغرب باتجاه أوكرانيا وأمن أوروبا وغيرها. ولكن دعيني أقول، يبدو أن العالم يتحضر إلى حرب كبرى، إلى حرب عالمية، إلى حرب استنزاف، لأن قرار روسيا والصين وبعض الدول
الفاعلة المهمة في النظام العالمي لتغيير شكل وطبيعة النظام العالمي والتوجه نحو نظام متعدد الأقطاب يزعج الهيمنة والسيطرة والمشروع الإمبراطوري الأمريكي. وبالتالي عندما نسمع خطاب بايدن أنه لا يمكن للولايات المتحدة أن تتنازل عن زعامتها العالمية، يعني عن فرض هيمنتها وشروطها وقيمها على العالم، هذا يبين أن نحن أمام مسار يعني خطير في مستقبل النظام الدولي، في مستقبل العالم. قضايا الأمن العالمي والدولي على مدى عقود لا تحل وفق الحقوق وفق القيم وفق ميثاق الأمم المتحدة، تحل وفق ميزان القوى الدولي وفق مصالح الغرب بشكل أو بآخر. وبالتالي كانت تفرض إرادتها عبر المؤسسات الدولية كغطاء وشرعية ما، ولكن هذا يعني انكشف مع أكثر من محطة ويعني وحرب، ولاحظنا كيف ما جرى في العراق في عام 2003 وفي غيرها من صراعات في العالم. ولكن عندما جاء غزة أظهرت وكشفت وبينت كل تلك العيوب الكامنة، ولم تستطع هذه الدول بفعل هذا الإجرام الصهيوني، هذا الإجرام الغربي، هذا التوحش يعني انكشف واتضح. وبالتالي هذه المؤسسات أصبحت عارية وليس لديها القدرة للدفاع عن ذاتها حتى أمام شعوبها. ونلاحظ تلك التحولات التي تحدث الآن في بريطانيا على سبيل المثال وفرنسا وغيرها من الدول، يعني هذا له علاقة أن غزة أصبحت والقضية الفلسطينية أصبحت حاضرة في مزاج الشعوب وفي الرأي العام وفي السياسات الداخلية للدول. وبالتالي نحن أمام مشهد جديد، ولكن هذا يسير ببطء، ولا يمكن لنا أن نتوقع تغيرات دراماتيكية في المشهد إلا بفعل يعني تفاعلات داخلية في إسرائيل من جهة، نتيجة يعني لخوفهم على مستقبل إسرائيل. طيب أستاذ أشرف، نحن أمام مشهد عالمي جديد على حد قولك، ملامح هذا المشهد، ما هي النقاط العريضة في هذا المشهد؟ هل ستظل الولايات المتحدة هي المهيمن، أم كما تفضلت وذكرت المشروع الروسي الصيني سيفرض سيطرة بشكل أو بآخر؟ وأين وضع القضية الفلسطينية مما يحدث، خاصة وأننا نرى الدولة المصرية مع بعض الدول الصديقة مع بعض الدول الشقيقة تحاول جاهدة لعدم تصفية هذه القضية، وإن كان الكثير من المتابعين والمراقبين للمشهد يرون أن نتنياهو لا يريد تحقيق أي انتصارات سوى تصفية القضية الفلسطينية؟ نعم، دعيني أقوله بشكل واضح. يعني وعندما نسمع من الروس يقولون أن الولايات المتحدة أفشلت كل مساعي السلام العالمي، وهكذا تقول الصين، وهذه قوة عظمى هي والولايات المتحدة، هي القوة الثلاث الأولى الأساسية يعني بميزان قوة مختلف من الناحية العسكرية والاقتصادية، يعني بفوارق هنا وهناك. ولكن هذه الدول إما أن تجلس على طاولة الحوار العالمي والدولي لوضع يعني قواعد جديدة في سياق العلاقات الدولية وترسيم حدود ومناطق نفوذ، وإما نحن ندخل وعمليا إحنا دخلنا في شكل وسيناريو الصدام المباشر يعني بين هذه القوى. يعني ما يحدث في أوكرانيا هو صدام مباشر بين الناتو وروسيا، واضح المسألة. ما يجري في بحر الصين الجنوبي ومحاولات عمليا يعني كبح تطور وقدرة الصين الاقتصادية دليل على أن الغرب والولايات المتحدة يشعر تماما يعني بحجم وطبيعة هذه المنافسة الدائرة الآن بينهم. حتى هذه اللحظة في هناك قنوات اتصال بين هذه القوى، في هناك مؤسسات للحوار يعني، ولكن حتى الآن يبدو أننا نسير نحو يعني نحو صدام مباشر، نحو حسم الكثير من الملفات. ما يعكس نفسه عندما طرح ألكسندر دوغين هذا المستشار السياسي وعقل بوتين وقال وطلب من بوتين أن يزود المقاومة الفلسطينية واللبنانية ومحور المقاومة بأسلحة استراتيجية، لأنهم كما قال أنهم يدافعوا يعني عنا يعني عن روسيا وعن قيم العالم المتعدد، وبالتالي علينا أن نحسم الصراع مع الغرب. من هذه المنطقة قلب الصراع العالمي بما فيها من موارد وخطوط إمداد وطرق نقل وغيرها وبعدها الجغرافي الاستراتيجي وأهميتها للمشروع الصهيوني الأمريكي الغربي في المنطقة. ولهذا القضية الفلسطينية والمشكلتها اليوم طبيعة اصطفافات مع فلسطينيين، أين يجب يعني أن نحدد بوصلة اتجاهاتنا وأن نقرأ التحولات العالمية بأن الولايات المتحدة ليس قطر، وأن إسرائيل هذه يعني غير قادرة ولا تمتلك
يعني القوة الكاملة كما يصفها أحد الجنرالات، نحن قادرون ولكن لا نمتلك القوة الكاملة. وبالتالي حرب إقليمية، حرب مع لبنان، استمرار هذا النزاع في المنطقة أو الحرب مع الفلسطينيين بهذه الطريقة، يجب أن تجد مقاربات مختلفة غير القوة العسكرية، لأننا لا نمتلك القوة الكاملة بهذا الاتجاه. ومن هنا القضية الفلسطينية تبقى تتأرجح إلى أن يستقر ميزان القوى العالمي والدولي. في هناك محاولات إقليمية عبر مصر والجامعة، وهناك رؤية عربية الآن قدمت عبر المجموعة الثلاثية العربية والقمة العربية الإسلامية، يعني وغيرها من محاولات لكي تضع الأمور في سياق أولا إبعاد المنطقة عن التوتر وعن النزاع وعن الحروب المدمرة. هذه الحرب لا تحتمل، نحن من عام 2011 وفي هناك حروب ونزاعات في المنطقة أكلت الأخضر واليابس ودمرت مستقبل أجيال. وبالتالي أعتقد أن ما يزعج الأمريكي الآن، وهذا ما يجب أن نقرأه، ما يزعج الأمريكي الآن أن القوى الفاعلة في المنطقة كمصر، تركيا، إيران، الخليج العربي، السعودية تفهم مصالح المنطقة ولا تريد أن تذهب بالمنطقة كما يريد الإسرائيلي الأمريكي بجعل المنطقة رحى تقاسم، رحى الصراع العالمي والدولي. وبالتالي هناك علاقات ومسارات متعددة ومتوازنة مع القوى الفاعلة في النظام العالمي والدولي كروسيا والصين وحتى الولايات المتحدة والدول الأوروبية. وبالتالي على العالم أن يرضخ لإرادة المنطقة، وفي قلب كل ذلك كيف تحل القضية الفلسطينية وفق الرؤية التي قدمها العرب في مبادرة السلام العربية ومن أجل تطبيق قرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة والمرجعيات المرتبطة بعملية السلام، وهذا مصر قادته منذ سبعينيات القرن الماضي. صحيح. أن السلام والأمن والاستقرار في المنطقة يعني السلام العادل الشامل. هذا ما يجب أن يقال بهذا الاتجاه. طيب أستاذ أشرف، بعض النقاط في الحياة حضرتك قلتها في غاية الأهمية، وجزء منها كبير متعلق بمحاولات التوصل إلى هدنة والتهدئة والجولات التي قضتها الدولة المصرية مع الكثير من الدول، ولكن كل هذه الجولات نتابع في النهاية أنها تقف بلا حلول، تقف بلا أي مخرجات، والجانب الإسرائيلي هو المسؤول بشكل أو بآخر عن توقف محاولات التوصل إلى هدنة. ما هي أولويات نتنياهو الآن؟ هل أولويات نتنياهو الآن هو وائتلافه وحزبه الداخل الإسرائيلي هو أولويات نتنياهو الآن، أم النقطة التي تفضلت وذكرتها وهي فكرة النظرة الأمريكية الإسرائيلية للمنطقة بشكل عام يا فندم؟ أولا دعيني أقول، وكما يقول الخبراء والمحللين وجنرالات الجيش والمعارضة والشارع الإسرائيلي، أن أولوية نتنياهو هو إطالة أمد هذه الحرب من أجل مصالحه الشخصية. هذا يعني بات معلوما، هناك إشماع أن من يفشل الصفقة والهدنة والمسار السياسي التفاوضي والتوقف عن هذه الحرب هو نتنياهو. هذا الإشماع يعني يقول بشكل واضح أن نتنياهو قد غير أهداف الحرب يعني في أكثر من مرة، وعندما وضع شروطه الأخيرة التي لم تكن مطروحة ولم تكن موجودة وواجه بعدها انتقادات من المستوى الأمني العسكري خلافاته مع الشباك مع الموساد وغيرها من المؤسسة الأمنية وقيادة الجيش، دليل واضح على أنها يعني علينا أن نفهم أن هذا نتنياهو مربك ويرتبك ويتخبط، لأنه يعلم أن معادلاته سطرية، وقف الحرب يعني محاسبة وتغيير الأولويات أو أولويات المجتمع الإسرائيلي. اليوم الأولوية تقول للصفقة ويجب الوصول إلى هدنة، وباستطلاعات الرأي العام الإسرائيلي تشير يعني ما يقارب 70% إلى ضرورة إعطاء الموضوع هذه الأولوية. أضف إلى ذلك هناك إشكاليات كبرى في داخل هذا المجتمع وفي داخل هذا النظام السياسي، وأسئلة كبرى حول الصفقة وحول لبنان وطريقة التعاطي مع الجبهات المفتوحة عليهم، قانون الحرديم والتجديد وغيرها، كلها تشير على أنه إما أن يحدث ذلك التفاعل الداخلي بفعل القضايا الكبرى المعقدة في داخل إسرائيل والتي لم تحل، وعودة نازحيهم ولاجئيهم يعني والأزمات الاقتصادية المركبة، أن يحدث تفاعل داخلي يلجم هذا نتنياهو، أو يستطيع نتنياهو كما فعل في انصيرات من حدث يعني حاول أن يعني أن يرتكب جريمة وحاول أن يبررها بأنه محاولة اغتيال محرم الضيف. تخيلي أن يكون هناك حدث بنفس المستوى في لبنان، وبالتالي نحن تندلع الأمور يعني إلى حرب شاملة، رغم أن هناك إجماع إسرائيلي أن لا قبل لإسرائيل لحسم المعركة مع لبنان، وأن حرب مع لبنان يعني حرب شاملة، حرب إقليمية، حرب عالمية، حرب مع محور. وبالتالي والجيش الإسرائيلي الآن غير مؤهل لقيادة هذه الحرب، ويجب تأجيل هذه الحرب ريثما ننتهي من قطاع غزة.
إذا المشهد معقد ومرتبك وغير واضح. ودعيني أقول أنا محلل بالعادة، يعني هناك مؤشرات، هناك معايير، هناك أسس التحليل العلمي لسلوك السياسيين وفق معطيات. هؤلاء مجانين، لا تستطيع أن تحدد اتجاه سلوكهم. هذا نتنياهو المعتوه أن يدخل المنطقة في حرب. والسؤال الأهم، ودعيني أقول، هل يسمح لنتنياهو من الغرب ومن الولايات المتحدة ومن المنطقة بالتحديد أن يذهب بنا هذا نتنياهو إلى حرب تدميرية إقليمية شاملة قد يكون لها أبعادها وتداعياتها العالمية؟ هذا السؤال المركزي. إما أن تستطيع الوساطة المصرية القطرية، وأعتقد الجهود المصرية الآن منصبة على تحقيق الصفقة والهدنة، وإما أن نسبق نحن، دعيني أقول بهذه الصيغة، أو يسبق نتنياهو الجميع ويذهب بالأمور إلى مربع الأزمة الإقليمية الشاملة. نعم نعم، أنا بشكر حضرتك في الحقيقة جزيل الشكر من رام الله الأستاذ أشرف عكا خبير العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لحضرتك على هذه المداخلة.